بعد تتبع الأجهزة الأمنية مسار هروب منفذي حادث العريش في مصر وتحديد مكان وجودهم في حي المساعيد شمال شرقي البلاد، أكدت وزارة الداخلية المصرية قتل 14 إرهابياً وضبط 14 بندقية آلية وثلاث عبوات متفجرة. بيان رسمي أكد أنه في إطار ملاحقة الإرهابيين المتورطين في مهاجمة أحد الكمائن الأمنية جنوبي العريش، أسفر تتبع مسار هروب المنفذين للحادث عن تحديد مكان مجموعة من الإرهابيين حال وجودهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض في حي المساعيد.